في الجزء الأول من حوارنا مع بلال كشف لنا على أعماله المستقبلية والأغنية اللي عزيزة على قلبه. بلال تجمع علاقة كبيرة بخو صغير. نقدر نقول لك هو كنشوف فيه كل ما كيكبر هو كل ما كنشوف انا راسي زدت قدمت في الموسيقى فهمتي. لحقاش هو من اللي بديت الموسيقى هو معايا بجنبي فهمتي. يعني ملي كنكون خدام معاه خايف بحال خدام راسي فهمتي. ما كاينش الفرق. ما هي الاغنيه اللي لقات نجاح كبير سنه 2018 في نظرك؟ الاغنيه ديال ايوب برافو اللي لقات نجاح كبير تبارك الله. بيناتنا ملي كنتو خدامين على الاغنيه واش كنتي عوال تحقق هذا النجاح؟ انا بصراحه ما كنتش مامن بها في الاول فهمتي. هو كيقول لي اخي هذه الاغنيه واعره تنزلات تنجح. انا كنقول له انا ما كتبانليش واعره، انا عارفك قادر دير احسن من هذه فهمتي. هو كيقول لي خلينا نخرج غير هذه بعدا موراها نزيد نطلع بشويه في النيفو فهمتي. خليته صحفته حط الاغنيه صراحه لقات واحد النجاح كبير. يعني داكشي اللي كان كيفكر فيه هو اللي صدق. علاش الدراري تيسميوه كاسيميرو؟ الدراري في الاستوديو كيقولوا لي كاسيميرو. لحقاش ملي كندخل للاستوديو كنجبرهم داروا مثلا شي لعيبه شحال هما كيضربوا سامر كنقول لهم الدراري ما عجبنيش هذا الشيء فهمتي. انا حاجه ما عجبتنيش كنقولها نيشان فهمتي. ما كنبغيش نافق الواحد نقول له لا هذه زوينه لا ماشي فهمتي. لا هذه ما عجبتنيش هذه مزيانه هذه خصنا نشوفوا نديروا لها شي حاجه احسن. على داك الشيء كيقولوا لي انت قليل الظهور في السوشيال ميديا، علاش ما زيدش عليك دير الحوارات؟ صراحه انا كيعجبني نقول كيجيني زعما نعبر بالموسيقى ديالي. يعني الناس تسمع داكشي اللي كنعرف ندير. اما كاميرا اللعيبات انا ما عنديش مع داكشي بزاف. شويه حشومي شويه كذا. كنقول زعما نخلي الناس يعرفوني بالموسيقى ديالي اكثر فهمتي. يعني نشتهد في الموسيقى اكثر. بلال كلمه للجمهور هاشتاغ بيناتنا. هو ان شاء الله انا كنوعدهم بالجديد، يعني بزاف الاعمال جديده واللي ان شاء الله غتكون في المستوى مع بزاف ديال الفنانين بحال اللي ذكرت قبيله تيم مسلم وخولة مجاهد حاتم عمور نعمان بالعياشي زهير نعمان منعم سليماني ايوب خاي. ان شاء الله كنوعدهم باللي غندير مجهود كبير باش نكون احسن من العام اللي فات ان شاء الله.